ما ببستيني لك. هتعمل ايه دلوقتي يا ابوي؟ والله انا مش ساكت، اديني بسعى. انا هجسلكوا تحت كوبري الجامعه. عرضوا عليا تحت كوبري امبابه، قلت لهم لا، عشان العيال لما يكبروا يخشوا الجامعه نبقى قريبين من الجامعه. يا ابوي ما تشغلش بالك في الزيوت، مش جاي سيامك، واللي هياخد الدار بكره نصرف عليه يكون ياشر لك الدين. والله بالنسبه للديون احنا عندنا ديون فظيعه. مش حاسين بالمصيبه اللي احنا فيها ليه؟ في ديون واحد الدفع مش عايزه مناقشه. اتفضل اللي هناك القصير، اتفضل. بح اشمعنى من الكلام الكلب عليك وشبكت علينا يا ابوي؟ ها؟ ده كمان شيء غريب مش قادر افهمه. ده شيء في منتهى الخطوره. وان اللي انا عايزكم تعرفوه يا اولاد ان احنا مقبلين على ايام سوداء. ايه ايام سوداء جايه سواد كاحل. ما احنا من يوم ما اتولدنا وايامنا كلها سوداء يا ابوي. والله اللي جاي اسود من السواد. وان مش احنا بس. انا بس الحارة كلها متنيلة بستين نيلة زي ما احنا عارفين. مش واخدين بالكم من الموقف اللي انا فيه ولا ايه؟ انا اخواتي سابوني بيض طولي. ويا ما كنت مع الاخوة نحط ايدينا في ايدين بعض مفيش فايدة، متلبسين دماغهم بشكل غريب. معقولة؟ أنا كلام في أني دنيا ده؟ معقولة مجموعة إخوات مش قادرين يقعدوا مع بعض النهاردة؟ ومرة قعدنا، قعد ده يقف، خد ده يخرج، معلش يعني. هذا كلام ما ينفعش. وإن أنتوا ناسيين موضوع الأخ التاني؟ مفيش داعي نتكلم علشان تتكلموا عن الديون. انتوا كتير وما بتشتغلوش، طب اجيب لكم منين؟ ده كل واحد عشان مزاجه يصب لي سبع طاره طلع الكيلو وشربه وعلمه. ما عرفت خلفونا ليه؟ يا ابني مش انا. ابوكم انا خلفكم. وما تخرجنيش من ال لازم تعرفوا يا اولاد، لازم تعرفوا ان انا صريح. انا احب تفاؤل. ما احبش تفاؤل.